ينتشر بصفة كبيرة، طبعا بصفة متفاوتة بين الجهات، أما قاعد ينتشر ويجي ينتشر أكثر من اللي هو عليه الحد. احنا كوزارة الصحة قاعدين رفعوا في عدد أسرة الإنعاش، حاليا عندنا 181 سرير إنعاش و 1068 سرير أكسجين، قاعدين نرفعوا في طاقة استيعاب ونجموا نزيدوا الرفع والرفع، نجموا نزيدوا الأسرة على حساب حاجات أخرى، أما قاعدين نجموا نرفعوا في عدد أسرة إنعاش وعدد أسرة الأكسجين. اللي أنا حبيت نوضح نقطة برك، اللي أسرة إنعاش معدات إنعاش ما تكفيش وحد، نجموا نضيف الأسرة، أما نستخدم الأسرة يلزم أطباء اختصاص في الإنعاش، يلزم ممرضين مختصين في الإنعاش، يلزم عمل، وهذا قد ما نزيدوا فيهم التطور متاعهم بالنسبة لنا يبقى ديما محدود. لذا ننتقل للنقطة الهامة بالتقليص من حدة انتشار العدوى ونرجع لها باقي، هي الوقاية. ونعاود ديما نقول الوقاية هي أساس مقاومة انتشار فيروس كورونا في تونس وفي العالم أجمع. قبل ما كناش نعرفوا وسائل الحماية، تو احنا متأكدين اللي لبس الكمامة من طرف الجميع، ونقول هنا للناس الكل، لبس الكمامة يحمي بصفة كبيرة من انتشار العدوى بيناتنا. لذلك كنا مع بعضنا وقت نلبس الكمامة نحميو أنفسنا قبل كل شيء، ونحميو العزيز علينا، نحميو الأشخاص اللي عندهم احتمال خطورة كبير، مسنين، الحاملين الأمراض المزمنة، هذا من كل لازم يحميو أنفسهم هما بيدهم، ونحميوهم احنا وقت نلبسوا الكمامة، وقت نأكدوا على التباعد الجسدي، نحاولوا نجتنبوا بكل ما نقدروا من قوة مش نستنبوا التجمعات الزايدة، سواء في عائلاتنا، سواء في محيطنا الصغير، سواء في المجتمع الكل، ماذا بينا نبعدوا على بعضنا قد ما نجموا. وهذا يفسر إجراءات اللي خذتها الحكومة في الحظر الجوي في الليل. علاش؟ على خاطر في الليل تبين لنا علميا حسب الدراسات انتشار الوباء في المدة الأخيرة أن الأكثر حالات العدوى تصير في الليل في الاجتماعات، في التجمعات، في السهرات، هي أسباب كبيرة لنقل العدوى. لذا نأكد على ضرورة لبس الكمامة مرة أخرى، التباعد الجسدي وغسل الأيدي، ثلاثة إجراءات بسيطة وتمكننا مش نحميو بلادنا من هالانتشار الكبير للعدوى اللي نسجلوه حاليا. حبيت أن نقول على نقطة هامة اللي احنا طورنا عن طريق لينياس دليل للتكفل بالمرضى بالخطوط الأولى، وهذا إجراء بالنسبة لنا مهم جدا، خاطر وقت نتكفلوا بالمرضى في الخطوط الأولى نقلصوا الضغط على الأقسام الاستعجالي ونقلصوا الضغط على أقسام الإنعاش، وبالتالي نحميوا المرضى متاعنا ونتكفلوا بهم في أقرب وقت حتى يتم معالجتهم في مرحلة قصيرة. مع العلم أن الدليل هذا تم إعداده مع النقابات مع الكونسيل لورد، دونك تم صفة تشاركية والناس الكل شاركت في أعداده. وفي انتظار وجود تلقيح ناجح ضد المرض هذايا، ما علينا كان ندعموا وسائل الوقاية، والتلقيح هذايا حقيقة في المراحل الأخيرة في العالم الكل، ثم عديد التجارب، عديد المراحل الثالثة متاع تجارب التلقيح، واحنا متجهزين ماليا تنسيق مع المنظمة العالمية للصحة مع الكوفاكس، ووفرنا الاعتمادات مش دون تونس من اول البلدان اللي مش تلقى الجرعات الاولى من التلقيح هذا. ومتنا كان عندكم اسئله تفضلوا. شو هذا؟ اللي نقصد فيها الأكثر هو المستشفيات المحلية، وهنا فرصة مش توجه لكل العاملين بالمستشفيات هذه ونشجعهم وإحنا معهم وبارك الله فيهم على المجهود اللي يبذلوا فيه،
معملين عليهم برشا للتكفل بالمرضى في اول مراحل المرض ان شاء الله. حتى ما عندهمش نقاط اكسجين، وما ثم نقاط اكسجين نستغل الفضاءات هذه مش للتكفل بالمرض. مدام بالعلي تجاوبك بعد على البلاغ، المحتوى نتاع البلاغ يجم يكون فيه المعلومات الكل. ده بالنسبه لاسئله النعاش هي نتصرفوا فيها على الصعيد الوطني. ما تمريض وقت يمرض في تونس مش معناه بالتنسيق مع قاعه العمليات شكرو نوجدوا له المكان الشاغر بكامل تراب الجمهوريه. احنا حاليا صحيح عندنا 181 سرير وقاعدين نطوروا فيه مش نتجاوز حتى العدد المعلن عليه 222 سرير. حاليا في السرة هذه 145 مريض فقط، دونك مازال عندنا طاقة استيعاب في السرة هذه. احنا نسقنا مع المنظمة العالمية للصحة اللي تعرف طرف أهم طرف في توفير اللقاح في ضمان توفير اللقاح هذا. نسقنا مع الأطراف الممولة خاصة وفرنا الاعتمادات اللازمة من تو حتى تكون تونس متى مسجلة من أول البلدان اللي مش تتحصل على اللقاحات هذه. اللقاح إن شاء الله يتوفر وإن شاء الله المكنة توانسة من كميات هامة من التلقيح هذا. هو مش كان الكوفرف هو جملة من إجراءات منها الكوفرف هي فيها التباعد الجسدي بصفة عامة، منع التظاهرات، منع التجمعات، تقليص من اختلاط بين المواطنين متى بصفة لصيقة كالأسواق كما صلاة الجمعة إلى غير ذلك. هو تطبيق كل هذه الإجراءات بحول الله يمكننا من التقليص من حد انتشار الفيروس في تونس. الكوفرف علاش كما فهمت قبيلة خاطر بان بالكشف ان في الليل التجمعات واللقاءات اللي كثيره ومكثفه توقع في الليل، لذلك كوفرف هام جدا في المجموعه نتاع الاجراءات هذه. كما فهمتك تو زميلك هو الكوفرفو وحده ما يكفيش، كان ما تطبقوش باقي الاجراءات نعاود نقول لبس الكمامه التباعد الجسدي غسل الايدي مثلا الاجراءات هذه مع منع التظاهرات تقليص من التظاهرات على اقصى حد حتى التجمعات العائليه ماذا بيه واحد ينقص منها. اذا ما تطبقوش جمله الاجراءات هذه صعيب التقييم تو حاليا ما تمزلنا في مده قصيره لازم جمعه اخرى جمعتين مش نجمو نقيموا الوضعيه وتطور الحال الوبائي تبقى الاجراءات اللي تم اتخاذها. أول حاجة التحاليل هذه مش بتوضع على ذمة المواطنين مش بدها واضحين، هذه تحاليل طبية نقوموا بها في الأقسام المستعجلية توا نشرناهم في أربع مستشفيات في تونس
وعدة مستشفيات أخرى قد يكونوا العبيد فيها تكوين خاص، مش أي واحد يجي يعمل تحليل. دونك حاليا قاعدين تبقوا في التجربة في عدة مستشفيات، وبعد نعموها على باقي الجهات، أما مش باش نبيعوها في الصيدليات مثلا. بنرجع السؤال الأول، هو بالنسبة للتعامل بين قطاع عام قطاع خاص. احنا تو حاليا كما فهمتكم قاعدين نرفعوا ونسخروا في الموارد نتاعنا من أسرة، من موارد بشرية، من تجهيزات المتوفرة في السبيطارات نتاعنا. حاليا كما قلت لك عندنا 181 سرير، فيهم كان 145 مريض، مازال عندنا طاقة باش تطوير العدد هذا. وكما فهمتك العدد الأسرة مش كافي، لازم نطوروا معاه العدد، أطباء، الممرضين إلى غير ذلك. بالنسبة علاقتنا مع القطاع العام، حاليا القطاع الخاص قاعد يوفر في أسرة زاد هو بيدو للمرضى الكوفيد. صحيح ثم إشكاليات مادية خاصة. احنا تو المرضى نتاعنا تكفلوا بهم في القطاع العام، وقاعدين ننسقوا مع القطاع الخاص في كيفية التنسيق اللي تحكي عليه، معناتها بين الشوكروم قاعة العمليات، كيفاش مراخ المستشفيات تنجم ترسل المرضى نتاعها للقطاع الخاص وقت تجاوز طاقتنا طبعا. مادام عندنا طاقة استيعاب ما القطاع الخاص ما نلتجئوش ليه. آليات واضحة، احنا تو قلت لك سخرنا مواردنا وقت تجاوز طاقتنا نوليو نسخر الموارد الموجودة في القطاع الخاص، وآليات التسخير معروفة طبقا للقانون. بالنسبة للتلقيح احنا للأسف السوق بتاع التلقيح مثل المارشي بتاع الفاكسان دو غريب هو تعمل العامين التالي، خاطر تعمل كل سنتين. عامين التالي ما كناش نتوقع مش جايحة كيما هذي. دونك الكميات اللي تم تحديدها هي 310,000، احنا تو وصلناها من 400,000، قاعدين حاليا مش تجي الدفعة الثانية من التلقيح هذا مش نوفروها حسب دي كريتير، مثل حسب الكريتير نتاع المرضى. مثل الأشخاص العمر حسب عندهم أمراض، عندهم حاجة. بوردونونس ميديكال، مش اي واحد يمشي الفارماسي يمشي يعطيه فاكسان، لازم يستظهر بوصفه طبيه على ضوها يمد له الفاكسان. صحيح ثم نقص، قاعدين نحاولوا باش نرفعوا في المقتنيات نتاعنا من الفاكسان هذا. حاليا الكميه قلت لك 400,000 تجيب دفعات، كل ما تجي دفعه نوضعها لازم الصيدليه. بارك الله فيك. كان تحب مش على البلاغ بركة، خليني نعطي معطيات حول المنهجية المعتمدة باش نحضروا فيها المعطيات نتاعنا. اولا الساعة ثم المعطيات تجينا من قبل المحاضر الكل، اي تحاليل تصير في يوم معين يتم ارسالها الى المرصد، وهما التحاليل في المحاضر كيفاش يشتغلوا، يتلقاو العينات في الصباح حتى تمشي الماضي ساعه، ومن بعد يبداو يخدموا في التحاليل نتاعهم ويبعثوهم لنا احنا من الاربع نتاع العشيه، يبداو النتائج تجينا حتى من غدوه ماضي ساعه. اذا النتائج هذه كيف تجينا فما اون طون ريال النتائج الكليكة يتم ارسالها للجهات، وتنطلق عمليه التقصي للحالات اللي هما يكونوا ايجابيه. التقصي هذا باش نعرفوا طريقه العدوى كيف صارت،
باش نعرفوا الاقامه نتاع الشخص هذاك فين يجم خاطر يعمل التحليل في بلاصه أما الاقامه نتاعو في بلاصه اخرى، مكان العدوى وين صار، عنده اعراض ولا ما عندوش. هذايا فما الفرق اللي هي تشتغل عليه. نحب نقول كيفاش المرصد كله كيفاش يشتغل. عندنا الفرق اللي موجوده على المستوى الوطني في المرصد الوطني، وهما وعندنا في الجهات عندنا كل ما هو خلايا اليقظه في الجهات وخلايا التدخل السريع اللي هما ينسقوا مع المستوى الوطني باش يقوموا بعمليه التقصي هذه، واللي هي تاخذ لنا بعض الوقت حتى لين نقوموا بعمليه هدايا التقصي الميداني، واللي احنا نسميوها كونسوليداسيون دي دوني، باش نجموا تبدا عندنا المعطيات الكامله حول الحالات وطرق العدوى نتاعها ومكان العدوى، واللي هو من بعد يتم نشرهم في النشريه نتاع المرصد الوطني اللي تخرج بصفه معناتها دوريه ويتم نشرها على موقع المرصد الوطني. بالنسبه للبلاغ اليومي، البلاغ اليومي يرتكز على المعطيات الاوليه اللي تجينا من المخابر، يتم التثبت فيها بالتنسيق مع الجهات، ويتم كل ما بعد حاليا معناتها نعطيكم احنا المعطيات هذه الكليكة في البلاغ هذايا. جميع المعلومات اللي هي تخص الرأي العام موجودة في البلاغ. بالنسبة توزيع الحالات حسب الجهات وحسب المعتمديات كذلك موجودة في الخارطات اللي موجودين في آخر البلاغ، اللي فيهم توزيع الحالات حسب الولايات وحسب المعتمديات. وهذا هو معناتها الموديل اللي احنا اتفقنا عليه واللي معناتها قاعدين نعملوا نخدموا عليه وقاعدين نخرجوا لكم فيه يوميا. ونحب بالمناسبه بربي نحب نشكر شكر كبير للفرق هذه نتاع الترصد وفرق التدخل السريع اللي يخدموا ليل نهار. راهو العمليه هذه كيف قلتها انا تو يمكن تظهر سهله، لكن هي عمليه تتطلب برشا وقت. كل شخص نتصلوا به كسواء من المستوى المركزي ولا على مستوى خلايا اليقظه الصحيه وفرق التدخل السريع راهو ما بين ربع ساعه ونصف ساعه. انتم تعرفوا عدد الحالات اللي قاعدين نسجلوا فيهم. نحب نشكر شكر كبير كل العاملين بالمرصد الوطني للامراض الجديده والمستجده وكل العاملين في الميدان على التفاني نتاعهم والعمل المستمر ليل نهار من شهر جانفي الى حد الان، ايام العطل ايام الاعياد الوطنيه وهم قاعدين يخدموا ليل نهار. تحيه اكبار واجلال للعمل نتاعهم باش يخلط لكم البلاغ اليومي. راهو عمل كبير باش يخلط البلاغ اليومي. واحنا كل معطى يهم المواطن احنا اول وحود نعطيه لهم. وحتى في عده مرات سالتوني على معطيات كنا منزلنا ما حطيناهاش في البلاغ وكنا اعطيناها لكم. احنا نتابعوا بصفه متواصله النتائج اللي تجينا. كما تعرفوا النتائج تجينا تداولا، كل مخبر وقت اللي يكمل التحاليل نتاعو يبعثها احنا ندرسوها ويبدا عندنا الاحصائيات. لكن ما نخرجوا الاحصائيات كان ما نكملوا يجيونا التحاليل الكل ونعطيهم لكم. في بعض الاحيان فما بعض المخابر نجموا يتعرضوا ل دي بروبليم تكنيك، انه مثلا الرياكسيون ما صارتلوش نهارتها يوصلها لنا من غدوه نكملوا نلحقوها احنا على النتائج. اذا راهو المعطيات اللي عندكم معطيات صحيحه، معطياتنا كلها شفافه وما عندنا حتى معطى فما نهار ما عطيناه لكمش. ونحب نشكركم على انتم كيف التفاعل الايجابي معنا وعلى الدور الكبير اللي تقوموا به باش توصلوا المعلومه الصحيحه اللي تخلي المواطن يعرف روحه شنو باش يعمل. ما نزيدوش المواطن معناتها ندخلوه في تجاذبات اللي ما عندها حتى علاقه بالصحه. رانا العمل نتاعنا عمل مبنى على منهجيه معينه، الفرق المجنده تعمل ليل نهار، واي كما في اي ايكيب فما الايكيب هذه تستحق انها في بعض الاوقات انها باش تمر بفترات تعب، وهذا اللي قاعدين نلاحظوا فيه. وذاك علاش احنا قاعدين نعاضدوا ونساندوا في الفرق الجهويه. ونحب نشكرهم خاطر هما بالرغم التعب الكبير بالرغم اللي هما معرضين رواحهم خاطر هما بيدهم راهم اللي ينتقلوا باش يقوموا بالتحاليل في المنازل مع فرق التدخل السريع اللي هما نتاع السامي. وفما الفرق الجهويه هما بيدهم ينتقلوا ويقوموا باخذ العينات
ويرجعوا للمكاتب نتاعهم باش يقوموا بعمليه الاتصال اعلام الاشخاص اللي هما حاملين الفيروس، نعطيوهم الاجراءات اللي لازم يتخذوها، نتصلوا بهم باش نتبعوا الحاله الصحيه نتاعهم. اذا هناك عمل جبار قاعدين يقوموا به، ويلزمنا كلنا نكونوا نعترفوا بالعمل هذايا، واحنا على ذمتكم في اي معطى تستحقوا له. هذا هو، فما عدة إجراءات تم اتخاذها، ورانا ما نجمو نحدو من الانتشار نتاع الفيروس هذا إلا بتطبيق الإجراءات فعلا. أهم الإجراءات احنا قلناهم برشا مرات، فما ثلاثة إجراءات مهمة، هي الأيادي، غسل الأيادي بالماء والصابون، هي ثانيا التباعد الجسدي، وتونجي التباعد الجسدي فيه عدة إجراءات مرتبطة به، هذا حاجة مهمة برشا، وفيها ارتداء الكمامة اللي هي مهمة برشا، لي ماسك. بالنسبة للتباعد الجسدي، التباعد الجسدي لازمنا نطبقوه في حياتنا اليومية، في حياتنا على المستوى العائلي وإلا على المستوى المجتمعي وإلا في العمل متاعنا. على المستوى العائلي نقصد به الحفلات العائلية اللي نستدعوا فيها برشا عباد ما نعرفوش عليهم العباد، مع شكون كانوا على اتصال، مع شكون خالفوا، يجب يكون فيهم حالات إيجابية. واحنا كما تفضل وقال السيد الوزير، لاحظنا اللي حلقات العدوى اللي فيها عدد كبير من الاشخاص مربوطين ب ايفينمون كما امارياج والا حاجه اخرى، قيناهم اللي هما كبار. هذاك علاش حظر التجوال هو من شانه باش يقلص من عدد الحالات اذا كان نطبقوه بالكدا، ونطبقوا معاه الحزمه الاخرى من الاجراءات، خاطر التباعد الجسدي لازم نطبقوه في اماكن العمل، لازم نطبقوه في الاماكن العامه، لازم نطبقوه في حياتنا اليوميه. هذا هو نمط العيش الجديد اللي احنا مطالبين باش نلتزموا به الى ان يولي موجود عندنا تلقيح ناجع يجب يعاوننا على ان الحاله الوبائيه هذه تتقلص وتم معناتها التحكم فيها. بالنسبة للتحاليل السريعة، هي فيها منهجية معينة وفيها الناس لازم يكونوا مكونين باش يقوموا بالتحليل هذايا. الأشخاص اللي هو مخول لهم باش يقوموا بعملية أخذ العينات هما ليزيكيب نتاع السامي اللي هما قاعدين توا يعملوا فيها، وهما ليزيكيب ريجيونال اللي ينتقلوا باش ياخذوا التحاليل هذه، وهما في المستشفيات أقسام الاستعجالي والمقابر. إذا حاليا هذا البروتوكول نتاع استعمال التحاليل السريعه معناتها مرتكز على الاشخاص هذولنا اللي هما مخول لهم باش يقوموا بالتحاليل السريعه هذه. سي تانات ميديكال لازمهم باش يقوموا به، فيه اخذ العينه، فيه من بعد تريتمون نتاع العينه هذيك، ومن بعد فما القراءه نتاع النتائج نتاع العينه هذه اللي تستحق ايكيب تكون مكونه، وهذا اللي صاير. والليزيكيب الكليكا تم التكوين نتاعهم، وعمليه التكوين متواصله باش يستعملوهم بطريقه صحيحه. بالنسبه احنا الى حد الان حسب البروتوكول اللي تم وضعه لاستعمال الرشيد والاستعمال الصحيح نتاع التحاليل السريعه، فما بروتوكول تم وضعه مبني على اللي هما تو يقوموا باخذ العينات، وهما اللي باش يقوموا باستعمال التحليل هذا. بالنسبه لجهه القصرين تم تركيز المخبر المتنقل
كما تعرفوا المقبل المتنقل اللي تابع وزارة الدفاع الوطني المستشفى العسكري بتونس، في كل مرة يكون فما وضع وبائي خاص بجهة معينة يتم تركيز المخبر هذايا المتنقل للقيام بالتسريع للقيام بالتحاليل إلى أن معناتها يتم التثبت من الوضع الوبائي في الجهة. تم وضع المخبر المتنقل في الحامة، تم وضعه في سيدي بوزيد، حاليا هو في القصرين. بالنسبة للمستشفى الميداني هذايا فما الجهات المعنية بإرساء مثل هذه المستشفيات، كما تفضلت أنت قلت فما اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، فما السلطات الصحية المحلية والسلطات المحلية السلطات الصحية على المستوى المركزي بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومستشفى كيف العسكري بتونس، هما ينسقوا مع بعضهم، فما آليات يتم وضعها وهو في طور الدراسة إذا كان باش يتم وضعه ولا لا، هذا يرجع للسلطات هذه الكل. أكيد هو بسبب الاستغلال المستشفى الميداني في المنزه، وفيه عدة معناتها حالات يتم التكفل بهم. يعطيكم الصحة.